الأخت كانت تسأل عن مسألة الكفاءة في النكاح. الكفاءة في النكاح أن يختار للمرأة، هي تقول من قبل المرأة هي التي تختار، تختار المرأة ما يكافئها، اختار أولياؤها ما يكافئها. فمثلا امرأة مثلا من أهل بيت معين تختار ما يكافئها في كل شيء قدر الاستطاعة، أولها الكفاءة في الدين، كذلك تعتبر الكفاءة في المهن إلى حد كبير حتى تستديم. والكفاءة مستحبة ليست بواجبة. فصلنا فيها أظن يا عبد الرحمن على اليوتيوب أبواب الكفاءة في النكاح مفصلة على اليوتيوب بتفصيل واسع، بارك الله فيك. اذكر الصورة التي تريديها حتى أبين لك الوضع فيها.